حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. قيادي في الحراك الجنوبي يقول لعدن الغد: لدينا أصوات في الجنوب تحاول التبرير لما يحدث في سقطرى. المشاهد نت: مصير مجهول لأربعة صيادين أبحروا من الخوخة قبل أيام. صحيفة فرنسية تتساءل: ما هي المشاركة الحقيقية للولايات المتحدة في الحرب المنسية باليمن؟ وأخيراً من الشأن الرياضي: الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن انتهاء أزمته مع صلاح. أهلاً بكم. في تقرير خاص بالموقع بوست، اتهم ميليشيا الحوثي باستغلالها لمؤسسات منتهية الصلاحية. وعنوان الموقع: النواب والشورى مجلسان منتهيان يستخدمهما الحوثيون لخدمة مشروعهم في صنعاء. وقال الموقع إن مجلسي النواب والشورى عادا إلى واجهة الجدل في اليمن بعد مباركة أعضاء البرلمان المنتهية صلاحيته تعيين مهدي المشاط رئيسا لما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى وأدائه اليمين الدستورية خلفا للصماد أمام أعضاء المجلس. ومع التحالف الذي جرى بين الحوثيين والرئيس السابق علي عبد الله الصالح، سعى الأخير لإعادة دور المجلس الذي يتمتع فيه بأغلبية برلمانية، معتبرا أن الشرعية الحقيقية هي للمجلس. وقال الموقع إن ميليشيات الحوثي بعد قتل الصماد سارعت إلى تنصيب رئيس جديد لمجلسهم السياسي، وأخذوا مباركة برلمان صالح لتصبح الأمور أكثر قانونية من وجهة نظرهم. وكل المؤشرات والمعطيات أكدت عدم اكتمال النصاب القانوني لتلك الجلسة. ومن جهة أخرى، مجلس النواب لم يعد لديه أي شرعية أو صفة قانونية حتى تكون قراراته أو خطواته شرعية. سياسيا يعلق موقع الحرف 28 في صفحته الرئيسية حول تحركات سياسية: مرتفعة. وعنوان الموقع: بعد فشل زيارته إلى صنعاء، المبعوث الأممي يصل الرياض. ويقول الموقع: كان من المقرر أن يزور جريفيث صنعاء مطلع الأسبوع، لكن ترتيبات الزيارة فشلت للمرة الثانية منذ مقتل الرجل الثاني بجماعة الحوثي صالح الصماد. يضيف الموقع: اضطر المبعوث الأممي للانتقال إلى مسقط ولقاء متحدث الحوثيين ورئيس وفدهم التفاوضي محمد عبد السلام. أنا أقول أن المرتزقة والعملاء من فئة الإعلاميين أكثر خطراً على هذا البلد من الخونة والمرتزقة الأميين المقاتلين. قناة بلقيس إن قوات الجيش الوطني سيطرت على مواقع جديدة في عدد من الجبهات.
الجيش الوطني يحرر عدة مواقع جديدة هنا في سلسلة جبال حام وفي مناطق مختلفة من محافظة الجوف. أسألك بالله وين نروح إحنا؟ إحنا ناس ضعفاء وناس فقراء، ما معاناش دخل ولا معانا حاجة، معانا إلا أبوه. زعلان على الوضع، شوف كيف إحنا. نشين نعيش، نشين يكون، نشين شاب، لا علاقات، لا عيالنا كيف هون؟ لا الفتحنا بقلي البر، لأن دولنا قلي الرجل قلي السكر، أكان يصدقوا علينا بقليل ما خطعوا. أهلا بكم من جديد. نحن بإزاء دولة صغيرة تمارس السياسة بطريقة انتحارية غير آبهة بالغضب والسخط الذي تتركه خلفها. هذا جزء من مقال كتبه مروان الغفوري في الموقع بوست، مضيفا في فقرات المقال. اشتبكت الإمارات في الأسابيع القليلة الماضية مع تركيا، جيبوتي، الصومال والحكومة اليمنية. وصل الأمر برئيس وزراء تركيا حد تعيير الإمارات بأجدادها وبالجيبوتي والصومال إلى طرد الشركات الإماراتية. وها هي اليوم تشتبك مع السلطة الفلسطينية بعد مشاركة وفد رياضي إماراتي في فعالية رياضية في مدينة القدس في الذكرى 70 لتأسيس إسرائيل. وصفت اللجنة الأولمبية الفلسطينية ما فعلته الإمارات بالخيانة والطعنة، وهي في الوقت نفسه تخوض صراعا مستداما مع عمان وقطر، ومؤخرا تدهورت علاقاتها مع السودان والجزائر على نحو بالغ، كما أنها تدور كليا خارج المشهدين العراقي والسوري وخارج العالم الشيعي. وقبل أقل من عام أثارت غضبا عراقيا عندما لوحظ أنها ربما كانت تغذي النوايا الانفصالية الكردية. وخلال العامين الماضيين تحدثت تقارير كثيرة عن اتهامات شعبية ونخبوية في كل من المغرب وتونس، طالت الإمارات واتهمتها بمحاولة زعزعة الاستقرار الداخلي للدولتين. الرئيس التونسي السابق يحذر علانية في أكثر من مناسبة من عمل حثيث قامت به الإمارات لزعزعة استقرار بلده. وفي ليبيا ساهمت الإمارات في تقسيم البلد وإغراقه في حرب أهلية بعد أن كان قد نجح في إجراء أول انتخابات برلمانية في تاريخه. كما تعيش الإمارات في وضع متحفز حين يتعلق الأمر بإيران التي لا تزال تحتل جزرا إماراتية، وتدعم الدولتان جهتين متقاتلتين داخل البحرين. النظام الملكي السني في مواجهة الأكثرية الشعبية الشيعية، ولا تزال علاقتها بالسعودية على المحك، وقد لا يمضي وقت طويل حتى تنهار تلك العلاقة على نحو مأساوي، على وجه الخصوص حين ملاحظة الطموح الاقتصادي لبن سلمان، بما في ذلك إقامة مدن عملاقة وموانئ شاملة ستؤثر مستقبلا على الوضع الاستثنائي الذي تعيشه الإمارات. ميدانيا يركز موقع الصحوة نت على تطورات المعارك قرب معاقل ميليشيات الحوثي، ويعنون الموقع: الجيش يحكم سيطرته على المواقع والطرق المؤدية إلى مركز مديرية كتاف بصعدة. وقال الموقع أن قوات الجيش الوطني تمكنت من اقتحام مركز مديرية كتاف شرقية محافظة صعدة بعد معركة ضارية خاضتها مع ميليشيا الحوثي الانقلابية. وقالت مصادر ميدانية أن قوات الجيش تقدمت إلى منطقة العاطفين وأحكمت السيطرة على المواقع والطرق المؤدية إلى مركز مديرية كتاف وسط تقدم مستمر لقوات الجيش. وأكدت المصادر أن المعارك التي بدأت الجمعة الماضية أسفرت عن مصرع أكثر من 20 حوثيا بينهم 3 قيادات ميدانية كبيرة في الميليشيات الانقلابية. وسط الفوضى الحاصلة في العديد من مناطق البر، أدت الأمواج وتقلبات البحر إلى مأساة فيها اختفى 4 يمنيين. وفقا لموقع المشاهد نت، مصير مجهول منذ الأربعاء الماضي لأربعة صيادين في مدينة الحديدة. وكشفت مصادر محلية للمشاهد في محافظة الحديدة عن فقدان 4 صيادين في ساحل الحديدة. وأضافت المصادر أن 4 صيادين المنتمين إلى مديرية المخا فقدوا مع زوارقهم، وذلك بعد تحركهم من مرسى يختل في مديرية الخوخة إلى وسط البحر للاصطياد، وما يزال مصيرهم مجهولا.
هذه ماذا يعني أن تعيش المناطق المحررة أوضاعاً أكثر سوءاً وتخلفاً وإرباكاً مما تعيشه تلك الواقعة تحت سيطرة قوى الانقلاب؟ يتساءل الكاتب حسن عبد الوارث في مقاله المنشور في موقع يمن مونيتور، مضيفاً في أجزاء من المقال: ماذا يعني أن يستحيل الجار الحليف السند إلى محتل ومسيطر على الأرض والبشر والثروة والقوة في تلك المناطق؟ وقبل هذا وذاك، ماذا يعني أن يعجز رئيس الدولة عن الهبوط بطائرته في مطار عاصمته أو في أي بقعة من بلده، أو أن يعجز رئيس حكومته عن بسط صلاحياته السيادية على النطاق الجغرافي الواقع تحت سلطته التي بدت صورية في مقابل سلطة مطلقة للحليف الاحتلالي؟ لقد كتب صحفي عربي كبير عن الإهانات التي يتعرض لها الرئيس اليمني مراراً وتكراراً من قبل حاكم أبو ظبي الحقيقي للرسمي، وأن روائح نتنة فاحت جراء تلك الإهانات في الأوساط العربية والدولية التي باتت تدري جيداً أن الإمارات تعبث بالسيادة والسياسة وجميع المقدرات في تلك المناطق المحررة كما تريد ووقت ما تريد، من دون أن يكون للرئيس حق المنح أو المنع أو الاعتراض أو حتى الغضب وربما العتب. لا أعتقد أن التحالف سيقضي على الانقلاب في ظل عدم ضمان بقاء قواته وسلطاته ومخابراته وعملائه وأمواله وأغلاله على سيادة الأرض وفي سياسة القصر، وهو لا يرمي تلك المليارات في سقطرى وحضرموت وغيرها من المناطق إلى ملح البحر وديدان الصحراء فيما يصرف هناك، يؤشر إلى رغبة محمومة في بقاء مستدام إلى ما شاء الله أو ما شاءت أبو ظبي، وليس في كل الأحوال إلى ما شاء عبد ربه. أما الرهان على سياسة مغايرة للرياض بالضد من سياسة أبو ظبي في الشأن اليمني فهو ضرب من الحماقة المطلقة. إذن الآن لا يحضر في المشهد غير استفهام واحد: هل يبيع عبد ربه الكرت الخاسر الذي اشتراه من عفاش أو ورثه عنه بكرت رابح يصنعه بنفسه ويعلن للجميع أنه رئيس دولة وليس خيال ما آتاه؟ هذا هو خياره الوحيد، فالخيار الآخر هو أن يلقى مصير سلفه وربما بصورة أكثر تراجيدية. قال القيادي الجنوبي البارز علي محمد السعدي إن الوضع السياسي في الجنوب اليوم بات بائسا لدرجة أن ترى قيادات تدافع عن واقعة احتلال تتعرض لها جزيرة سقطرى، وعنون موقع عدن الغد الذي أورد الخبر: ليت قحطان وعنتر وهيثم يعودون ليروا من يحاول الدفاع عن احتلال سقطرى. وانتقد السياسي الأصوات الجنوبية التي قالت إنها باتت تحاول التبرير لما يحدث في سقطرى، وأضاف بالقول: ليت القادة السياسيين الجنوبيين الذين رحلوا عن الحياة يشاهدون ما يجري اليوم من بيع وسقوط مريع. يتابع السعدي: اليوم لدينا من يتفاخرون باحتلال بلدهم ويبررون ويدافعون عن احتلال سقطرى. إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. منعطف خطير وغير مسبوق يعيشه التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن كما تقول صحيفة العرب الجديد، وذلك إثر نشر الإمارات قواتها في جزيرة سقطرى، إذ قطعت الحكومة اليمنية الشك باليقين وأعلنت في بيان رسمي للمرة الأولى أنها باتت تختلف مع الإمارات في جميع مناطق اليمن المحررة، وهو ما يعني لجوء اليمن إلى مجلس الأمن الدولي لحل الخلافات مع أبو ظبي قد يكون الخطوة المقبلة ما لم تنجح الجهود السعودية في تدارك التصعيد بينهما أو ترضخ أبو ظبي
وتشرع في الانسحاب من الجزيرة على الأقل. اللجنة السعودية المكلفة بإنهاء التوتر بين الحكومة اليمنية والإمارات غادرت أرخبيل سقطرى دون التوصل إلى حل بحسب مصدر خاص تحدث للعرب الجديد. وقال المصدر إن مساعي اللجنة السعودية قوبلت بتعنت إماراتي، إذ رفضت أبو ظبي سحب الاستحداثات العسكرية في الجزيرة وسط إصرار الحكومة اليمنية على إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الأزمة. وعلم العرب الجديد من مصادر يمنية قريبة من الحكومة أن نقاشات حثيثة تجري في أوساط الشرعية لدراسة الخطوة المقبلة ردا على التحركات الإماراتية المستفزة. في جولتنا بين الصحافة الفرنسية نطالع من صحيفة ليزيكو، حيث كتب الصحفي دانييل باستيان أنه في اليمن قد تشارك الولايات المتحدة بجانب الرياض، ويتساءل الصحفي بالقول ما هي المشاركة الحقيقية للولايات المتحدة في الحرب المنسية في اليمن التي كانت قد دخلت في حرب منذ مارس 2015 مع المتمردين الحوثيين. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز كما يقول الصحفي أصبح الأمر أكثر مباشرة مما نعتقد إلى حد تحريك مجلس الشيوخ الأمريكي. الصحيفة الأمريكية نقلت عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين قولهم إن فريقا من 12 مقاتلا من القبعات الخضراء، وهي القوات الخاصة الأمريكية الشهيرة، تم نشرها على الحدود السعودية مع اليمن في ديسمبر 2017، هدفها العثور على مخابئ صواريخ المتمردين المدعومين من إيران. يعكس هذا الالتزام رغم الوسائل المتواضعة مشاركة متنامية للولايات المتحدة في الصراع في اليمن بسبب العلاقة الدافئة بين دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. حتى لو رفض البنتاغون التعليق، حتى لو قالت أعلى شخصية عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط نحن لسنا جزءا من الصراع، حتى وإن كان دخول الكوماندوز إلى أراض يمنية كمستشارين رسميين لمراقبة الحدود لم يثبت. هذه بلادي ولكن يا للهول. تحت هذا العنوان كتب غسان شربل مقاله في صحيفة الشرق الأوسط التي يرأس تحريرها، وأضاف كلما قال لي عراقي أو ليبي أو لبناني إنه عاد إلى بلاده كي لا يموت في الغربة تنتابني مشاعر غريبة. هل القبر هو الخدمة الوحيدة التي تستطيع الخرائط المضطربة تقديمها لمن حاولوا ذات يوم تفادي الانخراط في مذابحها؟ وهل يعقل أن يتحول الوطن مجرد مشروع قبر للمغترب العائد وللمقيم المكابد؟ وهل تتحول الخريطة قبرا واسعا حين تدمن الإقامة في بحر العصبيات والميليشيات والفشل والانحدار بعيدا عن دولة القانون ومؤسساتها وضماناتها؟ ومن يستحق الرثاء؟ العائد الذي نجا ببعض عمره في الخارج أم المقيم الذي بدده كاملا في الداخل؟ هذه خرائط مجرمة تعاقب المواطن مرة حين يغادر وأخرى حين يرتكب خطأ الاستسلام لحنينه، ومع ذلك لن يرجع إلى فرنسا. نفدت رفاهية المغامرة وتبديد السنوات، سينتظر السبعينات على السفينة المثقوبة. هذه الخريطة المريضة لن تبخل عليه بقبر يفتح يديه على شكل سؤال ويقول هذه بلادي ولكن يا للهول. رياضيا، تقول شبكة البي بي سي إن برشلونة يقترب من إنجاز تاريخي بعد تعادله مع ريال مدريد، حيث تعادل فريق برشلونة مع غريمه ريال مدريد بهدفين لهدفين في الدوري الإسباني، ليواصل زملاء ميسي مسيرتهم في الدوري دون هزيمة بعد فوزهم باللقب. برشلونة لعب الشوط الثاني بعشرة لاعبين فقط، إذ تلقى سيرجي روبرتو البطاقة الحمراء في نهاية الشوط الأول بعدما ظهر أنه صفع مدافع ريال مدريد مارسيلو. وكان روبرتو هو الذي قدم كرة الهدف لزميله سواريز ليفتتح باب التسجيل في الدقيقة العاشرة من المباراة قبل أن يعدل رونالدو النتيجة. ميسي منح التقدم مرة أخرى لبرشلونة في هجمة معاكسة، ولكن تسديدة جاريث بيل منحت التعادل لريال مدريد. تضيف البي بي سي بأن برشلونة على موعد مع التاريخ، حيث لم يحدث أن أنهى أي فريق الدوري الإسباني دون هزيمة، ولكن برشلونة على بعد 270 دقيقة من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي. أخيراً، الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن عن انتهاء أزمته مع صلاح، كما ذكر موقع عربي بوست. وكانت الأزمة بين صلاح والاتحاد المصري بدأت عندما نشر وكيل أعمال اللاعب رامي عباس تغريدة أكد فيها أن هناك مشكلة كبيرة
تواجه اللاعبة مع الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب استخدام الاتحاد لصورة صلاح مع شركة منافسة للشركة والتي تمتلك الحقوق التسويقية للاعب. الاتحاد المصري كان قد نشر صورة لصلاح على الطائرة التي ستقل منتخب مصر لكأس العالم بروسيا بجوار شعار شركة اتصالات منافسة للشركة التي تمتلك حقوق تسويق اللاعب. الشركة الراعية لصلاح طلبت إزالة صورة صلاح من الطائرة وعدم استخدام أي صور للاعب في حملات إعلانية في المستقبل بدون الحصول على موافقة اللاعب وممثليه، ليستجيب الاتحاد المصري بعد ضغوطات كبيرة. ويقول في تغريدة نشرها رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة إن الاتحاد أزال أسباب الخلاف مع صلاح برفع صورته من دعاية المنتخب. نحو قطيعة تاريخية مع الأيديولوجية العدمية، تحت هذا العنوان كتب صلاح سالم مقاله المنشور في صحيفة الحياة اللندنية مضيفا في أجزاء من المقال. منذ انتهت الحروب الدينية وانعقد صلح وستفاليا صارت الدولة الوطنية هي الكيان السياسي الأولى بالرعاية، بل صارت الوطنية دينا للحداثة مثلما أصبحت حدود الأوطان مقدسة، فالحدود علامات كأبواب البيوت تحمي حرمات أهلها مثل جلد الإنسان أو جلدة كتاب مقدس كالإنجيل أو القرآن، جميعها يفتح على باطن الإنسان وعوالم الإيمان، ولذا صار التفريط فيها عاراً لا تبرره الحاجة ولا يمحوه الزمان. إنه التحول الذي تكرس في القرن التاسع عشر عندما تم تجريم فكرة الحرب نفسها ما لم تكن دفاعية بمواثيق وعهود دولية. أما في القرن العشرين مع نشوء منظمات دولية مثل عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة، فقد صار ممكناً أن يوضع أمن المجتمعات وسيادة الأوطان في عهدة المجتمع الدولي، ومن ثم انتفت الحاجة إلى الحرب وانتفى حق الفتح الذي ألهم حركة الجيوش طيلة آلاف السنين. وبالقطع لم تتوقف الحرب، بل تكررت سواء في إطار الاحتلال الغربي لجل المجتمعات الشرقية أو بين دوله المتصارعة على المستعمرات كالحربين الكبريين العالميتين، ولكنها في الوقت نفسه لم تعد مشروعة أو طبيعية بل استثنائية ومدانة. في جولتنا المصورة لهذا اليوم ننقلكم لصور ساحرة ومعبرة في أغلبها نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف عن الوضع المأساوي الذي يمر به العالم حاليا. نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.